السلام عليكم ورحمة الله. إذن طريقة إنشاء حساب جوجل أدسنس، الطريقة الصحيحة بعد التحديثات اللي عملتها الأدسنس. أول خطوة اللي هنعملوها باش نعملوا حساب جوجل أدسنس هو الذهاب إلى المتصفح جوجل كروم. بالنسبة واش يمكن لنا نعملوا حساب جوجل أدسنس بالقناة؟ نعم، يمكن لنا نعملوا حساب جوجل أدسنس بالقناة، ويمكن لنا نعملوا حساب آخر ونربطوه بالقناة. وطريقة ربط حساب آخر بالقناة طريقة سهلة، راح تلقاو في صندوق الوصف طريقة ربط حساب جوجل أدسنس بالقناة. إذا أول خطوة كنعملوها لإنشاء حساب جوجل أدسنس بالطريقة الصحيحة وأيضا حساب جوجل أدسنس مفعل، أول خطوة كنجيو في هذا المكان وكنكتبوا أدموب. إذا أول خطوة كنعملوها لإنشاء حساب جوجل أدسنس كنعملوا حساب أدموب. إذا بعد ما كندخلوا الموقع الرسمي ديال حساب جوجل أدموب، كتنبثق معنا واجهة حساب جوجل ادمو. اذا كانت عندكم هذه البيانات ديال حساب جوجل ادمو باللغه يعني العربيه، يمكن لكم تردوا حساب هذه البيانات هذه كامله باللغه، لا كانت عندكم باللغه الفرنسيه وبغيتوا تردوها بالعربيه، كتنزلوا اسفل الاختيارات. مثلا نحاول ان مثلا نرد هذه البيانات بالفرنسيه. لاحظوا معايا، هتولي البيانات ديال حساب جوجل ادمو بالفرنسيه. بغيتوا تكملوا باللغه الفرنسيه كملوا، بس تردوا البيانات باللغه العربيه كنزلوا لاسفل الاختيارات، وكن هنا كنكليكيو على اللغه، ثم بعد ذلك نقوم بتفعيل اللغه العربيه. اذا بعد ما قمنا بتفعيل اللغه العربيه، هنا سوف نقوم بالذهاب بالنقر على ابدا هنا. اذا اول خطوه كيف ما قلنا لكم ضروري نعملوا حساب ادموب هو الاول. هنا كيعطينا واش هذا هو الجيميل اللي غتعمل انت فيه الحساب ادموب والحساب الادسس، كان ديال القناه عمل ديال القناه ديالك، كان ديال حساب اخر عمل حساب اخر. هنا كنعملوا التالي، هنا كتعمل داك المود باس ديال الجيميل ديالك. اذا في هذا المكان نكتبوا المود باس. اذا في هذا المكان كيف ما قلنا لكم نكتبوا المود باس. لاحظوا معايا نعاودوا مره اخرى، اذا كنكتبوا الرقم السري ديال الجيميل ديالكم، ثم بعد ذلك هنا كيعطينا هاد البيانات. هنا في هذا المكان كنختاروا البلد، يعني شوف انت الدوله في كاين مقيم فيها باش تعمل داك الحساب ديال ادسنس باللغه او بالدوله انت اللي ساكن فيها. كيف ما قلنا لكم في الاول، اول خطوه كنعملوا حساب ادمو. اذا هنا كنختاروا المغرب يعني بلد الاقامه، هنا كنختاروا المنطقه الزمنيه المحليه هي الدار البيضاء، وهنا ايضا كنختاروا العمله اللي هي العمله ديال المغرب اللي هي الدرهم. اذا كننزلوا هنا في اسفل هذه البيانات هذه، هنا كتعمل تفعيل كتفعلها، هنا كتعمل انشاء حساب ادموب. دائما قلت لكم في الاول، اول خطوه كنعملوها هو انشاء حساب ادموب بحال الطريقه هذه اللي كنوريكم، ثم نمشيو للخطوه الثانيه الا وهي انشاء حساب جوجل ادسنس مفعل. هنا نفعلوا جميع يعني هذه الشروط، غنعملوا هنا متابعه. اذا بعد ما كنعملوا في هذه الخطوه متابعه، كيكون حساب ادموب مفعل. اذا بعد ما عملنا حساب جوجل ادموب، لاحظوا معايا في هذا المكان، غنجيو في هذا المكان اللي فيه الاعدادات. اذا بعد ما يعني قمنا بالنقر على المكان ديال الاعدادات او البارامتر، غنجيو في كاين هذا المكان ديال اسم جهات الاتصال. غنبركوا على ذاك القلم، هنا الاسم الاول غنديروا مثلا هنا اكرم، وهنا الاسم العائله مثلا غنديروا يونس مثلا. هاد يعني هاد الاسماء يعني غير صحيحه، ولكن ضروري انتم تكتبوا الاسماء، يكون الاسم ديالك شخصي الاول، وهنا الاسم العائله يكون يعني تكون ديك المعلومات كلها صحيحه. اذا هنا نعملوا حفظ. اذا بعد ما عملنا حفظ، اذا سالينا الخطوه الاولى اللي هي انشاء حساب جوجل ادسنس. نعاودوا حساب جوجل ادموب، نعاودوا ندخلوا ايضا لجوجل ونكتبوا في هذا المكان ادسنس. اذا نكتبوا في هذا المكان، نكتبوا في هذا المكان ادسنس. اذا بعد ما نكتبوا في هذا المكان ادسنس، لاحظوا معايا كنعملوا هنا تسجيل الدخول، وهذه هي الخطوه الثانيه والخطوه اللي مهمه لبزاف ديال القنوات اللي كيوقعوا في مشكل ديال حدث خطا في ادسنس، وكيوقع لهم مشكل ما كيكونش ديك الحساب ديال جوجل ادسنس مفعل. اذا في هذا المكان نعملوا البدء. اذا هنا لازم التركيز، لاحظوا معايا هنا تفاصيل عنوان الدفع، نوع الحساب. نوع الحساب هنا اذا كليكينا انتم دائما
كنعملو فرضي فرضي. فهاد المكان كيكون الاسم ديالك بالفرنسي، ودائما تاكدوا من الاسم ديالكم، وتاكدوا من العنوان، وتاكدوا من الرمز البريدي، وتاكدوا من المدينه. اذا هنا العنوان مثلا ندير انا عنوان مثلا انت اللي ساكن، مثلا نكتب انا مثلا نكتب انا مثلا هذا العنوان مثلا ديالي، انت فين يعني السكنه ديالك في كاين. اذا في هذا المكان كنكتبوا سطر العنوان، وسطر العنوان يكون العنوان صحيح. سطر العنوان الثاني ما كنعملوش نهائيا، كنكتفيو غير كتابه سطر العنوان الاول. هنا الرمز البريدي، الرمز البريدي هو الكود البوستال. اي واحد قبل ما يبدا في الحساب يقول ادسنس لازم يعرف الحي الرمز البريدي ديالو. اذا هنا نكتبوا مثلا الرمز البريدي، ضروري الرمز البريدي. واللي ما كيعرفش الرمز البريدي يمكن ليه يمشي عند اقرب وكاله ديال البريد المغرب ويسقسي الرمز البريدي ديال الحي انت اللي في ساكن. لازم تكون المعلومات صحيحه. علاش المعلومات صحيحه؟ اذا بعد ما حنا كنفعلوا ذاك 10 دولار ضروري كنتوصلوا بداك الكود بين ادسنس، وبزاف ديال القنوات ما كيتوصلوش بداك الكود بين ادسنس، ما كتكونش ديك المعلومات صحيحه اللي هي العنوان والرمز البريدي والمدينه. لازم اي واحد بعد ما يعمل حساب والادسنس لازم تكون المعلومات صحيحه، لان بزاف ديال القنوات ما كيتواصلوش بالكود البين الادسنس، وكيكون السبب هو صاحب الحساب يقول ادسنس ما كيعملش المعلومات صحيحه، او كيكتب ديك المعلومات باللغه العربيه ويرجى كتابه يعني المعلومات باللغه الفرنسيه وليس باللغه العربيه. اذا هنا مثلا كنكتبوا المدينه، كتبوا المدينه فين ساكن، وهنا لا بغيتي تعمل يعني رقم الهاتف ديالك اختياري. اذا هنا كنكتبوا لاحظوا معايا نوع الحساب كيكون فردي، الاسم ديالك، العنوان، العنوان يعني في المنزل فين ساكن. وبزاف ديال القنوات ايضا كيوقعوا في المشكل ديال الحساب جوجل ادسنس ما كيتواصلوش به، وهو هذاك الحساب جوجل ادسنس مهم ومهم بزاف. كيديروا واحد العنوان مثلا كيكون واحد ساكن في واحد المنزل، كيدوز تقريبا واحد الاسبوع ولا اسبوعين كيتحول لذاك المنزل، وكيكون ذاك الحساب جوجل ادسنس عملوا يعني بالعنوان الاول، وكيكون هو تحول داك صاحب حساب جوجل ادسنس يعني الى منزل اخر، وهكذا ما كيتوصلش بداك الحساب ديال جوجل ادسنس. دائما العنوان يكون عنوان قاري، يعني عنوان يكون دائما واحد ساكن في داك المنزل، او يعمل العنوان شي واحد من افراد الاسره ديالو. اذا بعد ذلك نعملوا هنا ارسال. اذا لاحظوا معايا بعد ما كنعملوا هنا ارسال مهم ومهم بزاف، هنا كنعملوا حفظ، وهذه اللي كيوقع فيها بزاف ديال القنوات. بزاف ديال القنوات بعد ما كيساليو كيخرجوا من الحساب جوجل ادسنس، لا ضروري خصنا نعملوا هنا التطبيق الان، ضروري خصك تعمل التطبيق الان، ضروري هذه نفعلوها. اذا بعد ما كنعملوا التطبيق الان لاحظوا معايا هنا كاين اللي ثاني كيوصل غير هنا في التطبيق الان وما كيكملش. اذا بعد ما عملنا التطبيق الان لاحظوا معايا اش ما غتنباتق معنا في هذه الواجهه ديال حساب جوجل ادسنس. اذا انتظروا واحد 10 ثواني وغتنباتق معنا الواجهه ديال حساب جوجل ادسنس. هنا ضروري خصنا ندخلوا ايضا الجيميل اللي عملناه ديال حساب جوجل ادسنس. اذا ضروري يعني ندخلوا الجيميل اللي عملناه وغنفعلوا واحد جوج ديال الاشياء اللي مهمه مهمه، لان كيف ما قلت لكم في البدايه بزاف ديال القنوات ما كيدخلوا ما كيتفعلش لهم ذاك الحساب ديال جوجل ادسنس، وكيوقع لهم مشكل حدث خطا في ادسنس. اذا بعد ما عملنا النقر او الضغط على ذاك الجيميل ديال حساب جوجل ادسنس، بزاف ديال القنوات ايضا ما كيفعلوش هذه، وخصنا نعملوا هنا متابعه. وضروري هنا في هذا المكان نعملوا الاختيار الاول ليس لدي موقع الكتروني حتى الان، وهنا نفعل نعم اريد تلقي مساعده مخصصه واقتراحات عن الاداء. اخيرا وليس اخيرا انبرك هنا على بدء الاستخدام في ادسنس، وهكذا اخواني اخواتي كيكون ديالك الحساب ديال جوجل ادسنس مفعل بالطريقه الصحيحه. اذا انتظروا واحد 5 ثواني وغندخلوا البيانات ديال حساب جوجل ادسنس. اذا هذا هو الحساب ديال جوجل ادسنس مفعل بالطريقه الصحيحه. اذا مشينا يعني الجيميل، يعني لاحظوا معايا اذا مشينا الجيميل ديالكم اللي عملتوا به الحساب ديال جوجل ادسنس، لاحظوا معايا اذا نمشيو حنا الجيميل، نمشيو للجيميل لاحظوا معايا نعاودوا ندخلوا مره اخرى الى الجيميل اللي فيه الرسائل. تلاحظوا معايا بان هذاك الحساب ديال جوجل ادسنس وحساب جوجل ادموب يعني مفعلين بطريقه
صحيح، لاحظوا معي، اهلا بك لسعدك على بدء استثمار ادسنس. لاحظوا هذه الرساله، اذا الرساله ديال تفعيل ديال الحساب يقول ادسنس يعني مفعل بطريقه الصحيحه. لاحظوا معايا هنا، اذا حساب جوجل ادسنس مفعل. اذا الاخوان اخوات، كنتمنى هذا الشرح ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش الاشتراك في القناه اكرم المعلومات، وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله.